اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. هتاكلنا ايه النهارده يا شيف؟ لما بحط المنيو وابدا اجهز نفسي علشان اعمل حلقه حلوه، بحط في الاعتبار ان الاكل ده يكون فيه كل العناصر الغذائيه اللي موجوده اللي نقدر نستفيد بيها بمراحل النمو، سواء اطفال سواء كبار السن. معانا اكله النهارده من المطبخ الشامي اسمها شكريه. شكريه يعني اكله كده زي كل وشكر يعني. شكريه دي لها تفاصيل كتيره قوي وهم شطار في عمايلها. هنعملها النهارده بالدجاج مع طبخه اللبن. انا انتهز الفرصه النهارده ونطبخ اللبن، سواء نعمل كبه باللبن، نعمل شكريه، نعمل لبن امه، نعمل شيش برك. هي اللبن طريقته واحده، ولكن الاختلاف في الدجاج والبصل الكويزات، هو ده الاختلاف. فهنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. معانا النهارده المانجا والارض الطيبه مصر. هتقولوا لي الهند بقى ولا البرازيل؟ المانجا عندنا وبس. اذا كان فاص، اذا كان عويسي، اذا كان كل انواع المانجا اللي موجوده في السوق. ففي مانجا في السوق بيقولوا عليها مانجة العصير. جاي على بالي النهارده اعمل الباستا فلورا بالمانجا. كلنا عارفين الباستا فلورا بتتعمل بالمربى، سواء بمربى التين، مربى الفراوله، بس نعمل باستا فلورا بالمانجا ده اللي ما سمعناش عنه. هنشوف نعملها ازاي بتفاصيلها، وهعمل لحضراتكم عجينه الباستا فلورا بكل التفاصيل، تبقى بقرمشه بسكوته كده وهشه وزي الفل. طبعا عدا للشكريه شويه رز بالشعريه، وانتوا شطار في عمايله. مش عايز اطول على حضراتكم لان في شغل كتير في الحلقه، ونشتغل مع بعض مع عجينه مشهوره جدا، عجينه الباستا فلورا. هنعملها ازاي مع بعض؟ مقاديرها على الشاشه. دي حلو قوي. بيضه في المقادير، بشره ليمون في المقادير، زبده في المقادير، بيكنج باودر في المقادير، شويه فانيليا في المقادير. المقادير على الشاشه. يلا جنب بعضيها زي الفل. على عينك يا تاجر. هنا جوز الهند. ازاي نعمل الباستا فلورا؟ بناخد البيض، حلو قوي، البيض زفر، نحط فانيليا طبيعي، شويه بيكنج باودر داير ما يدور على الدقيق، بنرسم العجينه، ذره ملح على الدقيق بالشكل ده كده، زبده مع البيض ده كده في قلب البيض اهوت، بشرة الليمون على وش الخلطة دي كده. دي عجينة البوغازي. تعالوا نعجن كل المكونات دي مع بعضيها. ادي العجينة بتاعتنا. بنلعب. كل المقادير دي تتقلب مع بعضيها. بالشكل ده كده. البيض مع بشرة الليمون مع البيكنج باودر مع الفانيليا عشان زفرت البيض مع رشة ملح صغيرة. هتقولي لي دلوقتي العجينة دي هتحتاج لسائل، يا إما حليب يا إما مية، اختياري يا إما حليب يا إما مية. الأفضل إيه؟ حليب طبعا. هتبقى العجينة دسمة وزي الفل. عايزة تبقى العجينة أقل دسمة استخدمي مية. ولكن في حاجة أنا عملتها للأمانة عايز أقولها عشان حضراتكم تبقوا معايا في الصورة. البيكنج باودر مع الدقيق مع البيض هيخلي لك العجينة دي هشة، تاكلي منها بسكوتة تقرمش. كده أنا قلبت كل حاجة الأول خالص، بعدين أشتغل بإيدي بقى. طبيعي إن العجين لازم نتدخل بإيدينا أو بعجانة ونفرك ده كله مع بعضه عشان نتحكم في السائل. عجينة الباستا فلورا. أنا يهمني تعرفي تعملي العجينة إزاي، لأنك أنت لو عملت العجينة صح بنفس الطريقة اللي أنا شغال بيها دي كده، هتعملي الباستا فلورا بالمربى، هتعملي الباستا فلورا بالتين، مربى التين، هتعملي باستا فلورا بالفواكه المجففة، هتعملي باستا فلورا بالتوت، هنعملها بالمانجا النهاردة، ومانجا زي العسل. بصراحة أنا عايز
اوفر على نفس المشوار ده كله وامسك المانجا دي اكلها بالمعلقه وخلاص. اهو انت معايا برضو زي الفل مزغلله عليا. خلي بالك انا ببص لها بعين وانا شغال في العجينه. انا اللي تعبني واعمل عجينه. انا اقول لك على طريقه حلوه والله العظيم هتصدقيني بجد. عايزه تعملي عجينه الباستا فلورا دي حاجه سريعه كده على المشي، بس الكلام ده للناس الحلوه، للناس الجميله اللي بتتابعني، لمشاهدين الشيف المغازي اللي بيتابعوني في كل الكره الارضيه، لان الفضائيه المصريه بتاعتنا متشافه في كل مكان. يلا سمع هس. بتجيب التوست، شرايح التوست الطريه طازه فريش كده، تشيل الاطراف بتاعته، صلي على الحبيب كده عشان قلبك يطيب، وتاخد شرايح التوست الحلوه دي كده زي ما هي، بتحط واحده جنب واحده وتعملي شكل دائري في قلب صينيه، يا سلام، وتحطها في الفرن تتشمع سنه، تاخد البصمه. التوست طبيعي لما بتعرض لدرجه حراره هاديه كده بياخد البصمه. بعد كده نحط الفراول المانجا وندخله الفرن. كده انت عملت باستا فلورا في مينت زي ما بيقولوا. بس انا طبعا العجينه دي اصولها، شفت كده اهو، ده معايا كسكسي اهو. هنا بقى الاختيار، هنعملها بالحليب ولا نعملها بالميه؟ احنا معانا دوده، اللهم صل على النبي. شويه شويه كده لغايه لما ناخد السائل اللي احنا عايزينه. شفتي ميزه انك تفركي العجينه تتحكمي في السائل واحنا شغالين. لسه عايزه نحط عندك بنوتك في المطبخ، دخليها بقى تصب كده كل شويه، تعلميها العجينه تتعمل ازاي، والعلام بيجي منين؟ ان انا اقف بعينيا كده اتابع وفي الاخر ايه اشتغل بنفس الحاجه. لان عجينه الباستا فلورا دي لازم لها قوام معين، غير عجينه البيتزا، غير عجينه اي مخبوزات، غير عجينه البريوش، غير عجينه السينابون. لازم تبقى قاسيه شويه. عشان كده واحده واحده عليها. ده عايزه شويه حليب، معلقه واشيل الحليب من قدامي واتعب شويه عليها. خلص الكلام، اشيله خالص من هنا. لاحظتوا حاجه هنا؟ خط سر الحلقه ماشي ازاي؟ الدجاج على النار خلاص استوى مع البصل، طبخه اللبن عملتها كده، انا مطبخي رايق. جم الضيوف بتوعنا، ولادي عايزين يتغدوا، انا كده شغاله في الحلو. احط العجينه دي واسيبها كده 10 دقايق، اكون غرفت الاكل على ما ياكلوا، وبعد ساعه من الاكل تكون طلع الحلو بتاعنا اللي هي الباستا فلورا. ده نظام المطبخ. شفت العجينه طلعت معايا ازاي؟ بعد دقائق معدوده ما بال ثواني مش هنلاقي اثار للعجينه خالص على الرخامه اللي بتعجيني عليها او على الكاونتر. وانا شغال. ولا حتى في ايدي. هتلاقي الجلافز اللي في ايدي ده دلوقتي زي الفل، كاني لسه لابسه. معانا الاساتذه المصورين حبايبي، جيبوا لي اثار للعجينه على الكاونتر. مفيش، كان من شويه كله دقيق. فين هنا؟ وايديا كمان اهي. هو دي الشطاره. وهقول لك على علامه دلوقتي تعرفي منها ان العجينه دي خدت مقاديرها مظبوط برؤيه العين كده وبالملمس. بشره الليمون جوه العجينه اخر حلاوه. الم العجينه بتاعتي بالشكل ده كده، واجهز الصينيه اللي انا هفرتها فيها دي، مش محتاجه تخمير خالص. زي الفل. تعالي اقول لك على علامه حلوه تعرف ان العجينه بتاعتك خدت السوائل بتاعتها زي الفل. هتعمل ايه يا عم الشيف واحنا واقفين مكاننا كده؟ ادي العجينه زي الفل، اللهم صل على النبي. ونفرد العجينه بتاعتنا، معانا واحده زي دي كده. طبعا اي عجينه بتعمليها سواء داخلها خميره او بيكنج باودر، الطبيعي بتسيبيها لمده 10 دقائق لو ما فيهاش خميره، مش عمليه التخمير، عشان ماده الجيلاتين اللي موجوده في الدقيق تبدا ان هي تتحد مع بقيه المقادير او المكونات او الماتيريال بتاعه العجينه وتبقى ايد واحده. عايزه عجينه الباستا فلورا رؤيه جدا اختياري، عايزاها سميكه جدا اختياري. هتتعبي عليها كده وتفرديها. اللهم صل على النبي. معانا صينيه
كده كفايه 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 معايا زبده، باخد الزبده كده في قلب الصينيه وامسك حته الزبده كده ادلعها في الصينيه حلو بالشكل ده كده عشان تبقى متكرمله العجينه معايا. العجينه دي طبعا روحها الزبده يعني عشان نبقى عارفين. وناخد العجينه بتاعتنا دي كده وبسكينه حلوه كده وخفه يد كده. حلو الكلام، حلو الكلام. نتخلص من البواقي دي كده. خليكي شاطره كده، اقعد عوار ايدك تعملي زي الشيف المغازي كده ياما اتعلمها. بس خلاص ناخد العجينه دي كده نخليها على جنب ونيجي للمانجا. حلو تمام، معايا طاسه على النار اللهم صل على النبي، ومعايا مانجا متقطعه جاهزه. الله تعالي يا مانجا. مانجا معانا اهيت زي ما هي كده. حلو، بعمل ايه يا عم الشيف؟ انزلها في الطاسه بتصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. في حاجه انا ناسيها، ايه هي؟ سكر يا سكر مع شويه ليمون. اللهم صل على النبي. باخد شويه سكر احطهم هنا الاول واستنى عليهم هسه هسه يديني طعم الكرمله. مغازي لما بيعمل تركايه لازم يضرب لها تعظيم سلام. بشره الليمون مع السكر والكرمله مع عصره الليمون، الله عليك يا شيخ، مع مكعب من الزبده. الله. وانا شغال كده ايه واستنى عليها هسه. هسه يعني ايه باللغه الطهويه؟ يعني 30 ثانيه. الله عليك يا فاروق، ان انا بس اخد طعم الكرمله بتاعت السكر مع الليمون. مش هسيبه كتير انا. طعم السكر هنا بيختلف شويه. كده عشان هنزل بالمانجا دلوقتي. وشويه الفانيليا كمان بالمره واقلب كده. سكر زبده ليمون، دي مش هتلاقيها عند اي حد خالص، دي ترجع بقى اصولها وتاريخها لخبره طهويه، خبره السنين بنقدمها على طبق من ذهب. كرمله السكر مع الليمون مع الزبده، اكيد السكر بيروح في مكان تاني. مش هيدوب السكر بس وخلاص، عادي ما كانش هيحصل حاجه يعني، ولا تقولي لي غلط ولا صح ولا اي حاجه، كلنا بنعملها كده. بس لما التجويد بقى يجي هنا والابداع هنا. حلو حلو، تعالي يا مانجا. اللهم صل على، بص لي على اللون كده، بص لي على اللون الله يرضى عليك. ليه تزور النبي يا اخي؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انزل انزل، هو ده. ده التوبنج بتاع الباستا فلورا. اوعى. مانجا. ايوه ده بعد ما نخلص. بس هتقول لي انت بس خلاص. نخلوهم كده على جنب، محدش يقرب منهم دول. ونقلب كده. يا ويلي يا ويلي، مزيج. لسه في تركايه مش هعملها غير لما نصلي على الحبيب. المانجا دي لازم لما الباستا فلورا تبرد تبقى شخصيتها قويه جوه العجينه، ما تبقاش فرطه وتبقى ماسكه نفسها. حلو الكلام. هنعمل ايه بقى؟ حد يقول لي بقى نعمل ايه؟ واللي هيقول ههدي له الباستا فلورا دي بجد والله. لا 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 لا، والله العظيم اللي هيقول باستا فلورا دي ما حد ياكلها غيره. حد السامع حد انا. حد يقول لي، قول لي ولا تخبيش يا زيان، ايش تقول العين للعين؟ شويه ميه مع شويه نشا. فاكرين المهلبيه؟ وقلب دول كده واخد منها ايه شويه. دايما مطبخك يبقى فيه نشا، حاجات كده لطيفه بتساعدك وبتخليكي تديكي ايه فرص تبدعي. بس خلاص زي الفل. نقلب كده، الموضوع بيختلف. زي الفل. محتاج شويه كمان تديها قوام اساسي.
يلا تاخد غلوه بس، تاخد غلوه بس. اللي في النص ده عود نعناع، بيسالوني ايه اللي في النص ده، ورقه المانجا ولا قشه المانجا؟ ده عود نعناع اخضر بيديني فليفر حلو. انا بحب الحاجات اللي دايما النعناع الاخضر، روزماري، زعتر، الحاجات دي بتعلي من الحاجه وتديها فليفر. طبعا خلي بالك ما تحطيش نشا تاني غير لما تغلي قدام عينك علشان المقدار ما يبقاش يبقى ظابط معانا، نسبه وتناسب. كذلك حتى وانت بتعملي اللبن. يلا ودايما تخلي المانجا قطعه في قلب الايه، في قلب الحشوه. اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه زعلان عشان عايز احط المانجا دي معاها كده؟ يلا شفتي الجو ده؟ زي ما هي. الله. باستا فلورا بالمانجا حصريه. جواها يا غالي عشان تبان المانجا. انا من الناس اللي بيحبوا المانجا في قلب العصير باينه قدام عينيا، سواء انا اعملها عصير مانجا سواء انا اعملها باستا فلورا. شفت القوام؟ عندي درجة حرارة الفرن 180. احنا معانا وقت قد ايه يا استاذ رحاب؟ الله ابن حلال. طلعوني فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، بس خلينا قبل الفاصل نعمل حاجة حلوة عشان ما تزعلوش مني. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ الباستا فلورا بالمانجا. دي انا هدخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن. بس نصيحة مني، لو بتحبوني اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. أنا عملت حاجة في الفاصل للأمانة وكان طولنا شوية، إن العجينة الباستا فلورا لها شكل، لها ديزاينر لازم يطلع بنفس الشكل، اللي هي الشوبيكا، اللي هي الأرابيسك. لازم العجينة تبقى كده بالطول وبالعرض وتبقى فيها فراغات في النص، سواء مربى سواء مانجا. فأنا عملت العجينة دي في الفاصل، فأنا باخد العجينة دلوقتي وأقول لحضراتكم أنا عملتها إزاي. عينيا نبص عليها يا ابن حلال. دي في الفرن بتستوي. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ طبعا العجينة بعد ما عملتها جبت صفار بيضة، حطيت عليه شوية حليب مع بشرة ليمون وسنة فانيليا وبالفرشه كده، وغلفتها من فوق عشان تاخد لون برونزي وتبقى لطيفه. عملنا العجينه ازاي وانتوا شطار في عمايلها؟ بنجيب العجينه اللي هي باقيه معانا، لو لاحظتوا ان العجينه احنا عجناها وقسمناها نصين، النص الاولاني فردناه في قلب الصينيه والنص الثاني بناخد منه ونشكل، ناخد منه ونعمل ايه فرعه كده. العجينه دي كده. وفرصه ان احنا نتكلم عن حاجه حلوه بقى عندك من العجينه دي شويه. الله عليك يا شيف، لما تشتغل ومزاجك رايق على طول مزاجي رايق. انتوا بس قولوا لي كلام حلو واسمع كومنتات حلوه وانتوا تلاقوا مني احلى شغل. باستا فلورا حلو. العجينه دي بقى عندي ارميها؟ لا. اخلص منها؟ لا. احطها في الثلاجه وانساها؟ لا. اهو نشحتها يعني، ده اللي قماش ده للجيران. بقيه العجينه اللي انا عملته ده بنعمل منه شرايح كده بالشكل ده كده، وبنحطه على وش العجينه بتاعتي بايديا كده اهو، وتحط على وش العجينه بالشكل ده كده. ده اللي انا ما عملتوش مع حضراتكم عشان المصداقيه. كده واحده بالطول وواحده بالعرض. حلو الكلام؟ طب العجينه دي لو هي باقيه عندك وعايز تعملي حاجه حلوه لعيالك تعملي ايه؟ حلوه بنفس الشكل ده كده، ممكن نحمرها كده في طاسه بشويه زيت حلوين، وتطلع من الزيت وهي سخنه رشه قرفه رشه سكر بودر. قولوا لي تسلم ايدك يا شيف بجد والله العظيم. معانا وقت يا فاروق نعملها؟ ايه رايك؟ طاسه على النار فيها شويه زيت ونحمر العجينه دي في الزيت وتطلع شكلها محمر وزي الفل كده. في الاخر بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحط عليها شويه سكر وشويه قرفه. هتاكل صوابعك وراك بسكوته. واحنا واقفين في المطبخ، ده المطبخ. عينيا حاضر، مش في الفرن، على الطاسه، في الطاسه. عينيا حاضر. الله العظيم مديني وقت انت، انا عارف.
ده ابن حلال طاسه اهي معانا نار حلو حط شويه زيت حلوين بالسلة ما انا عايزك تبقى في المطبخ كده والمطبخ ده يعني خلي بالك انت تخش المطبخ لازم ما تبقيش يعني ايه في مرتبكه هيبه المطبخ بالعكس انا واقف بالسله وبلعب اهوت معايا وقت والحمد لله رب العالمين واقدر اعمل حاجه واثنين وثلاثه واربعه الزيت بيسخن على النار واعمل حاجه حلوه انا شغال كده اهو اشكال اهو الحاجات دي الاطفال بيحبوها على فكره باخد دي كده وباجي هنا كده الزيت يسخن واحطها في قلب الزيت تتحمر تبقى لطيفه وجميله الحاجات دي ممكن نلاقيها كده حاجات زي السليزون كده بتحط لها حبه البركه تحط لها سمسم تبقى حلوه اهي البعض بيسواها في الفرن ويرش عليها حبه البركه بالشكل ده كده اهو يحط عليها سمسم وتستوي في الفرن ودي بنشوفها طبعا في المحلات المخبوزات عند البيكري اهي بالشكل ده كده بيتحط لها حبه البركه او بيتحط لها سمسم وتترص في صينيه كده وتطلع متحمره مع كوبايه شاي بالحليب احلى فطار حلو الكلام ده شكل عادي الحاجات دي حلوه وانا واقف بالسله ما وريش حاجه العجينه في الفرن وربنا يبارك لنا في الوقت مستني العجينه تحمر او الباستا فلورا تاخد لون واطلعها ولكن مطلوب مني اقول انا عملت الشكريه ازاي حلو الشكريه اول حاجه بحط البصل على النار يتحمر وبعد ما بيتحمر البصل يا عم الشيف بننزل بصدور الفراخ بعد ما بتتبلها كويس تتبيله حلوه ونسيبها تتحمر على النار وبعدين بنديها شقشقه ميه صغير ونسيبها ايه تستوي بنكون طبخنا طبخه اللبن بتاعتنا الحلوه اللي هي عباره عن زبادي مخلوط ببيضه بشويه نشا ونحطهم على النار لغايه لما النشا مع البياض البيض او البيضه ياخد قوام في الاخر بنسيبه يغلي على النار غلوه ونحطهم الاثنين على بعض في قلب الطبق انا واقف زي ما قلت لحضراتكم بسله ورايش حاجه حلوه ادي عجينه اهيت هبدا ان انا احمر دولت ان شاء الله دلوقتي في قلب الزيت هي الفكره كلها ان انا عايز بيسموها في الصعيد المصري والريف المصري اللي انا بحبه بغاشه بغاشه المغازب السكر والقرفه اخبار الباستا فلورا ايه صلي على الحبيب قلبك يطيب نطلعها من الفرن الله عليك ها نطلعها عينيا حاضر ادي الباستا فلورا السر هنا والتركايه هنا معلقه النشا اللي انا حطيتها مع المانجا وهي على النار تسلم ايدك يا عم الشيف وحقوق الطبع لدينا وبس اهو باستا فلورا بالمانجا والمانجا من خير ارضنا تسافري اي مكان في العالم مش هتلاقي طعم المانجا المصريه خالص عشان كده بتتصدر وبيستنوها بره بفروغ الصبر للامانه والله ايه زي الفل الزيت اخباره ايه هو ده شوف الحركات ديت هو ده دينا من السله دول انا هاكلهم انا بجد والله حلوين قوي حط عليهم سكر بودر قرفه ناعمه وقلب السله عجينه باقيه عندي ما تعملهاش في نفس اليوم عشان لو عملتها في نفس اليوم الباستا فلورا دي طبعا هي هتتركن فانت خليها تاني يوم حط العجينه في الثلاجه او تقطعها بالشكل ده كده وتخليها في الثلاجه وتحمرها في شويه زيت كده وزي ما قلت لحضراتكم يا اما سكر بودر يا اما شربات يا اما عسل مصفى كده ونطلعهم عادي بالسله طلع معانا حاجه حلوه ايه المشكله الله عليك يا شيف
اوف 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 اوف. عينيا حاضر. اطلع دول طيب، ايه رايكم؟ دول هتتحايلوا عليا وتدوهم دول، خلي بالكم دول جامدين قوي على فكره. مش بطاطس مقليه دي، دي حاجه اسمها بغاشه، بس بغاشه مخدومه. يا ويلي يا ويلي، دي لما تحط عليها سكر بودر وقرفه ناعمه، اسمها بغاشه على طريقه المغازل، وحباب قرمشه زي كده. دول خلاص اهو، انا بس عايز اوصل فكره لحضراتكم. انت لما تقف في المطبخ واقفه بحب، مفاتيح السعاده في جيبك، مفاتيح السعاده في جيبك، يعني ترابط اسري، يعني سعاده زوجيه، يعني رساله بتوصليها لاولادك واسرتك انك بتحبيهم وبتعملي لهم حاجه حلوه. هي دي الفكره كلها. هاخد دول كده واقدمهم في طبق دلوقتي كده وانا واقف زي الفل، ومصمم ان انا اقدمهم بس عشان اوصل لحضراتكم الفكره بشياكه. ده الطبيعي اهو، حاجه طلعت معايا. عينيا يا فندم والله، مش بعمل حاجه حلوه، سيبوني اعملها. ادي السكر القرفه، السكر الناعم، وادي القرفه الناعمه. وزي ما قلت لحضراتكم، هنسيب ده ونسيب ده ونسيب ده، وناكل الحاجه اللي طلعت من غير حساب ولا في البال خالص، دايما بتيجي حلوه. رؤيه فن ابداع، مطبخنا فيه بساطه، فيه سهوله، فيه مرونه، ولكن رسالتنا واضحه ان انت ممكن باقل تكلفه وباقل امكانيات تقدر توصل للمطبخ اللي انت حباه. زي النهارده شكريه بالدجاج والبصل الكويزات، عملنا الباستا فلورا بالمانجا من خير ارضنا، عملنا حلو تابع لها لطيف وجميل، البغاشه من الصعيد المصري والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من ماسبيرو. شكرا. I'm